وعودة مرة أخرى إلى ضيفنا عبر ستلايت من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير دكتور طارق، لو تحدثنا عن أهمية عقد هذه القمم لا سيما في هذا التوقيت. بالتأكيد هذه القمم الثلاث في توقيتها بترسل لأطراف إقليمية ودولية بطبيعة الحال بأن العالم العربي والشقيقة الكبرى السعودية قادرة على تجميع الصف العربي والإسلامي، وبالتالي هذه القمم الثلاث في توقيتها تحمل هذه الرسائل في مواجهة ما يحيط بالنظام الإقليمي العربي بأكمله وبأمن الإقليم بين تحديات ومخاطر من الأطراف الإقليمية ومن التهديدات الإيرانية في الإقليم. أعتقد أنه هذه القمم الثلاث مطالبة طبعاً باتخاذ موقف مباشر تجاه التحديات والمخاطر التي ترسلها إيران في هذا التوقيت، مع التأكيد على وجود البدائل والخيارات العربية في مواجهة هذه التحديات، وبطبيعة الحال رسم استراتيجية تعامل ووضع استراتيجية تكتيكية للتعامل مع هذه التحديات. نعم. لأمن الإقليم، لأنه كما تعلم حضرتك جزء منه أمن الإقليم مهدد من هذه الممارسات الإيرانية، بالإضافة بطبيعة الحال لمناقشة القضايا العربية الأخرى، قضية الإرهاب وقضية الملفات العربية المفتوحة وملف اليمن بكل تطوراته، وبطبيعة الحال مشروع السلام والتسوية المرتقب اللي هتطرحه الإدارة الأمريكية. نعم. خلال الفترة المقبلة. هذه هي مجمل القضايا الرئيسية التي ستناقشها القمم الثلاث، وستبعث من مكة المكرمة هذه الرسائل للأطراف المعنية بأمن الإقليم وخارجه. نعم دكتور طارق، هي ملفات عديدة وهي دلائل أيضا كثيرة، توقعاتك للنتائج التي ستخرج منها هذه القمم؟ أعتقد أنه النتائج ستكون نتائج إيجابية، لأنه هناك بطبيعة الحال تقسيم للعمل العربي المشترك. القمة الخليجية بطبيعة الحال تؤكد على أن مجلس التعاون الخليجي يرسل رسائل مهمة بأنه هو الأساس في المنطقة وليس أي أطراف إقليمية أخرى، كمجلس مستمر وبيؤدي دوره بصورة كبيرة ودورية انعقاده وبمن حضر بطبيعة الحال من القادة و الزعماء. هذه القمة الخليجية وهي قمة مهمة في هذا التوقيت بطبيعة الحال. القمة العربية لأنها هي القمة الطارئة، وبمعنى هذا أن هناك تحديات تواجه أمن الإقليم وتواجه النظام الإقليمي العربي في مواجهة النظام الشرق أوسطي نتيجة للتدخلات الإقليمية الأخرى، التدخلات الإيرانية، التدخلات الإسرائيلية، التركية وغيرها من أطراف دول الجوار. فبالتالي القمة العربية أيضا منعقدة لملف مشروع ما يعرف إعلاميا بصفقة القرن والتسوية الأمريكية المرتقبة والتحولات الدراماتيكية التي تجرى كما تعلم حضرتك في إسرائيل، وتأجيل الحديث عن ما سيتم بشأنه في المرحلة المقبلة. بطبيعة الحال أيضا الترتيبات الاقتصادية لإعادة رسم العلاقات العربية الدولية، كما تعلم هناك اجتماع المنامة وهو اجتماع مهم للغاية في هذا التوقيت 25 يونيو المقبل، وبالتالي هذه القمم بتنقل هذه الرسالة أننا نتعامل مع التحديات والمخاطر، أن الدول العربية لديها رؤية. نعم. في التعامل. نعم. مع القوى الإقليمية والدولية. طبعا المؤتمر الإسلامي هو بطبيعة الحال أكبر حشد إسلامي، 57 دولة، يعني بتتكلم على منظمة المؤتمر بعد الأمم المتحدة من حيث التكوين البنية المباشرة، فبالتالي. نعم. هذه قمة أيضا مهمة، فبتطرح أن العالم الإسلامي يقف في مواجهة التحديات والمشروع الإيراني بصورة كاملة في هذا التوقيت. نعم، من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.